السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، يقول هل تسمية الله تعالى لنبي يقول هل تسمية الله تعالى لنبيه يونس هل إيش تسمية يقول الله عز وجل سمى نبيه يونسا بذي النون. ذو النون يعني صاحب النون، النون هي الحوت، وذو النون أي صاحب الحوت. والسبب هي أنه ركب السفينة وكان عليه خطيئة، كان عليه خطيئة ارتكبها عليه الصلاة والسلام، وهرب عن قومه وركب في السفينة، فارتجت السفينة وكادت تغرق، فقالوا معكم واحد مذنب، لكن من هو؟ وضعوا القرعة فوقعت على نبي الله يونس عليه السلام، وقعت عليه القرعة فألقوه من السفينة، ألقوه في البحر، التقمه الحوت بعدما ألقوه وحذفوه إذا بالحوت يلتقمه، وجرى عليه ما جرى من الامتحان والابتلاء عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم إن الله تاب عليه واجتباه. نعم.